أوش. ما عاصمة فرنسا؟ العراق. لا حبيبي، فرنسا دولة أوروبية، عاصمتها فيها برج إيفل. برج إيفل، خليك معاي. والعاصمة تتألف من 5 حروف، إبو آ با. يلا با أوروبا. لك يا حبيبي. فرنسا، فرنسا شو عاصمتها؟ إبو آ با وإر بار 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 بار. يلا بر عارفين ايش ايش بر 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 اللي ايوه يدخل خشومك ما يطلع يا اخي. من 5 احرف عاصمتها ابو ابا وار اي با بريس ري باري باري باري. بريس ابو براس، عاصمة فرنسا ابو براس. يسعد قلبك والله يسعد قلبك يا اللي ما بتفهم شيء. باريس باريس ما ابو براس. يا شباب يا شباب والله هذه للتاريخ. عاصمة فرنسا قلت له باري باري باري، قال لي ابو بريص. شو يا اخي يا اخي يا اخي، شو هالذكاء شو هالذكاء. صحيح عاد لا يا حبيبي، عاصمة فرنسا باريس باريس. لا